بسم الله الرحمن الرحيم تاسو گوری يوتيوب یوٹیوب و فیس تجويد القرآن ان پشتو و نصار محمد پا ننی سبق چبا سورة العادیات مشکو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وبحن تبا ساکن دا او با حرف قلقل تو نحروف قلقل چی دی اغا قافتو با جیم دال چکل دا ساکن راشی نو دیل با ورکو ذلتا کې باقل قلقله قدحن کې دال قلقله سبحان کې باقل قلا او نق عن کې قاف قلقله او وسطن کې طاق قلقله نو دې لبا چې د نو ټیل ورکو ذبحن باندې تنوین دی او غیره بعد فارا فاپ حروف حلقي کې امنشته يرملون او باهم نه ده نو دا حرف اخفاء دی او ذلتا کې با اخفاء کوو په دې تبا आवाज بوزو او د جبه سربا هوائي پاتشي دغه سه قدحن حابان تنوين او فارد ورپسين ودلتا هم اخفارا صبحان بان تنوين ده ورپسي فارد اخفارا او نقعان بان تنوين ده ورپسي فارد اخفارا دلتا بهم اخفاقو والعاديات غبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالموريات درادا لان ده زير ده ندارا ويلشي فالمغيرات برابع نكهة زبرت ندارابا برويلشي والعاديات غبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا راسا كندا مخكي حرف باني زبرت ندارابا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فربی بِهِ نَقْعًا نبی بِهِ جَمْعًا بان باننے تنوین دے اور پس حمزہ دے حمزہ پا حروف حلقی کرے حمزہ ہا عین ہا غین خا دہ حروف حلقی دی شر نون ساکن یا تنوین نباد حروف حلقرا شین و با اظہار کو جدۂ کے غنہ یا اخفا نہ کو بلکہ دا نون با ظاہر وائیو تنوین با ظاہر وائیو انسان نون ثاکن اور پسی سین حرف اقفا جزہ کے با اخفاء کو بوزیتب اواز بوزو او جب سربه هوائی پاتشی لربه راب ن زبر د راب پر ويو لکنود دال ب ساکن شي د وقف ته وجه نه بدل ک بلکلک او د هغینه مخ کی و مدنه و مد د پس ساکن حرف چ سکون عارضی نه مد وقف یا مد عارضی بکاو در او درو الف ام ربه را کاگو دغه سه ل شهید ل شدید پدې کې هم دال ب ساکن شي ک القلب بکاو او ی مد د مد وقف دل تک ہم یا مد د اور پسے ساکن حرف نو مد بشی. وقف بشی او قبر باندې کچره وقف کو نو دل تک ہم مد وقف یی زکه چ و مد پسے بساکن حرفی او دل تک ہم مد وقفی صدور کی و مد پسے ساکن حرف ل خبير کی یا مد پسے ساکن حرف نو دل تک ہم مد وقف ی یا مد ارضی کی گی. او درو الف عمره به عراقا گو او دا بدا سیوایو فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ نون بان شد ان الانسان کے نون, نون فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ إنه کو نون بان شد دے نبا کہ بہم غن نون بان

وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور انا پنون بان شدے دے کے وغن کی گی اور ابام بہم امیم ثاکن نباد بادہ دل <سؤال> با دعا شنڈ ملاوشی او دمرا سات پا کے واخلو یا پا واخلو جس پا واخلوصمر وقت کی یو علف ادا کی گئی یوم عز الخبیر پر ظالما نے تنوین دے اور بسلام دے لام حرفی ارملون دے دل با ادغام کی گئی اور غنب و سرا نکی گی واحصل إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات غبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم